أكثر مرة نبهت عن موضوع أخطاء الجمعة. الخطأ اللي يقع فيه بعض الناس وقع في صلاة الجمعة اليوم شرب الماء وتوزيع الماء على المصلين والإمام يخطب. ما يجوز تتحرك والإمام على المنبر. إذا كان الإمام على المنبر ما تتحرك. بعضهم يصور، بعضهم يتسوق، بعضهم يلعب بالسبحة. هذا قام وراح أخذ ماء من الصف الأول وجاء ووزع المصلين وقال تفضل تفضل. ما يجوز. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة. المس الحصى يعني حرك لشيء. شيء ثاني، ما يصير تتكلم مع أحد والإمام يخطب. الأخ قاعد يوزع ماي ويوزع ماي ويشرب ماي وكذا. لا، لو اضطريت عندك غسل كلى ولا عندك مشكلة صحية ولا مضطر تشرب ماي، تشرب ماي للضرورة. لكن الحركة لغير حاجة يا أخي انظر، بين خطبتين يجوز، قبل خطبة بعد خطبة، يعني هالفترة هذه هالربع ساعة ما تنتظر. هذا غلط يقع فيه بعض الناس. ومن الأخطاء بعض الناس تشوفه يتخطى رقاب المصلين، يعني جاي متأخر يتخطى ويجي عند الصف الأول أو الثاني ويطقها طقها دي برسمة واخر شوي يضيق عليه. قال عليه الصلاة والسلام لما شاف الصحابة يتخطى رقاب قال اجلس فقد آذيت وآليت. بس مو معنك ما تصلي تحية المسجد، تصلي تحية المسجد خفيفتين وتجلس. هذا صلى تحية المسجد وما جلس تخطى رقاب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال لا اجلس. الأمر الثالث، كيف تتخطى الرقاب؟ جاي متأخر تتخطى الرقاب حتى تصل للصف الأول، هذا محرم بيفتى الإمام الشافعي. وأنا أجلس أي مكان تشوفه أجلس فيه، لكن ترى في خطأ من بعض الناس اللي يجلسون عند الأبواب كأنه زحمة، لكن قاعد تشوف في فرجة قدامي، روح تخطى ما في حرج. هنا ليس هناك تخطي محرم، إنما التخطي محرم إنك تدور مكان ليس موجودا. كذا واحد يسأل يقول طيب إذا أنا كنت يوم الجمعة جالس والإمام يخطب، واحد جنبي قاعد يتكلم أو يلعب بالتليفون، يجوز إني أنبهه أقول اسكت؟ قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى قال فلا جمعة له. ما تكلم نهائيا. إذا أنا ولدي معي يزعجني أسكته؟ ما تسكته، لكن تعلم ولدك قبل لا تدخل خطبة الجمعة أنه ما يجوز تتكلم، ما تتحرك. طيب ولدي قاعد يلعب يعبث، مسكته جريته، يجوز. إذا أنت تصلي يجوز أنك تحمل الصبي، كان عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يحمل أمام بنت زينب، إذا ركع أنزله وإذا قام حملها. فالحركة هنا للحاجة لا حرج، لكن العبث هذا اللي ما يجوز. الحركة للضرورة والإمام يخطب الجمعة ما في حرج، مثل الحين أنا عطست أخرجت المنديل ما في حرج. وانت تصلي، عطست يجوز أن تخرج المنديل وأنا أصلي أطلع كلينكس، يجوز ما في حرج. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أحد أراد نثل أبصق جر رداء بسق به ودركه. فيجوز وانت تصلي، مثل واحد اتصل عليك تطلع التليفون وتسكره، واحد طق عليك الباب وانت قاعد تصلي تقدم تفتح الباب، هذه حركة للضرورة، مو تحك حك وتلعب بالصلاة وتعبث. لا، العبث هو المرفوض، ولكن الجائز ان يتحرك لمصلحة الصلاة حتى لا انشغل بالصلاة. واحدة تصلي ولد هيبكي قدامها، انزل واشيل الولد واحمله معه، اشيل الولد هكذا نزلت ركعت يعني انزلت الولد. اما تصلي وطالع ولدها ويبكي 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 ما خشعت. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خشوع، ما في خشوع، ولد يبكي ما في خشوع، أشيل الولد أحمله يجوز ولا حرج. الولد لابس حفاظ، الحفاظ يعني لو شلت الولد والولد لابس حفاظ يمكن يكون موسخ. لا لا لا، هذا ما ننشغل فيه، أنا حملت الصبي ما حملت النجاسة بروحها. فقد يكون هو حسران ببطن فيه شيء، فما أمرنا بذلك. فيجوز المرأة أنها تحمل الصبي وهي تصلي، يجوز. أنا صلي أحمل ولد وشيء ما سكته، بس ما عاد ترضعيه وتحطي له كذا ما أدري إيش وتعدلي المهات، لا عادة عادة هني عادة خربناها. فالمرأة إذا كانت تصلي واضطرت أنها تصلي خاصة في المساجد ولا غيرها حتى لا تزعج الناس، جاز لها أن تحمل الصبي ولا حرج إن شاء الله تعالى. مسألة مهمة لازم نقولها لكم، والفقه جميل، إحنا نتفقه في أمر ديننا، صح ولا لا؟